بحثا عن الأمان وحياة أفضل، يبدو أن ألبانيا هي تذكرة العبور الجديدة للهاربين من ويلات الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة إلى دول غرب أوروبا. ومن كريت اليونانية يصل المهاجرون مشيا لمسافة لا تتعدى 15 كيلومترا إلى بونكاريا بألبانيا، حيث يقدمون طلبات اللجوء بمراكز الشرطة ليس بهدف البقاء بل لكسب الوقت، ليس إلا قبل شد الرحال إلى الشمال الأوروبي. وتواجه ألبانيا صعوبات عدة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين، منها طبيعتها الجبلية التي تتعذر السيطرة عليها. وبحسب التقارير، الفترة ما بين نهاية مايو وبداية سبتمبر من العام الجاري تم إيقاف 2310 مهاجرين في الأراضي الألبانية، في تصاعد ملحوظ بالمقارنة مع 206 مهاجرين في 2017 و882 في 2018. وزادت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي فرونتكس من الموظفين والآليات لمساعدة ألبانيا في مواجهة تدفق اللاجئين، ذلك بينما تتطلع إلى فتح باب مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان طريق البلقان قد لاح مجددا في الأفق نتيجة استخدام الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع شمال البلاد لمنع مهاجرين من الوصول إلى الحدود الشمالية مع دولة شمال مقدونيا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن هناك 10,000 مهاجر حاليا في غرب البلقان، منهم نحو 4,000 في البوسنة، ما يظهر أن وجهة المهاجرين في البلقان تغيرت إلى الشمال، لكن يعود معظمهم خائبين إلى أماكن إقامتهم في اليونان، حيث المنشآت السكنية أو المخيمات التي تنتقدها منظمات الإغاثة لظروف المعيشة التي تفتقد لأبسط الحاجات الأساسية.